سلام البنات، مرحبا بكم في القناه. الفيديو اليوم جيتكم بواحد التوتوريال ديال لا باليت ديال هدى بيوتي اللي خرجت دابا، تكون صافي شي 4 موا باش خرجت، كتباع حاليا في سيفورا. اللي ما كيعرفش هدى بيوتي، هدى بيوتي هي يوتيوبر و انستغرامر حتى هي، وخرجت البراند ديالها ولا لا مارك ديالها، والمارك ديالها ناجحه بزاف، لان انا جربت ديجا لي برودوي ديالها، جربت الفون دو تان، عندها داكشي غزال زوين بزاف. هاد لاباليت هادي حمقاتني منين يلاه دارت لها البوبليسيتي، منين يلاه خرج بيناتها في الانستغرام وقالت غادي تخرجها، قلت هادي غادي نشريها انايا. حيت تعجبوني لي كولور، عجبوني لي الكليتر اللي فيها، سورتو هذوك الجوج اللي كنوريكم دابا، واعرين خطيرين، تيبانو ما تيبانوش هنا بغيهم بغيهم، مي راهم بغيهم، كيبانو واعرين للاعراس، للحفلات، لهكا المناسبات اللي سبيسيال كيكونوا خاصك تبرزي فيهم عينيك او يبان داك البغيون. وفيها الوان حتى هما مات اللي باش تدمجي دوك الالوان الاخرين اللي هما بالكليتر. واليوم غادي نوريكم كيفاش تتعاملوا مع داك الكليتر. اول حاجه غادي ناخذ هذا اللون هذا اللي هو يا ماغون مفتوح، وغادي نبدا نعطيه فورمه للعين. وهذاك الماغون سميتو تيدي، تيدي سميتو، هو ماغون مفتوح، وغادي نديرو في عظمه العين باش نبدا نعطي لون للعين باش يكون داكشي غادي متدرج الالوان. ثاني حاجه غادي ناخذ هذا اللون هذا اللي هو سميتو تيكل، وهو يا موف مفتوح، وكذلك باش نغمق العين ونبدا نعطيها بحال شي باش تبان، يبانوا الالوان مدامجين ومطابقين مع بعضياتهم. وهاد الانواع ديال المكياج البنات، الا بغيتو يصدق ليكم يبان ليكم زوين في عينيكم، دائما دمج 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 الالوان، وسيروا بتدارج الالوان، يعني من المفتوح للمغموق، باش تيعطيكم واحد اللوك فينال زوين ومطابق ومرتب، وكذلك تيبان خطير، تيبان بروفيسيونيل بيان سور. وغادي ندوز لهاد الاي شادو هادي اللي سميتها تيس، وهي حتى هي موف ومغموقه على كاع الالوان اللي درت قبل. غنبقى غادي ونغمق غادي ونغمق باش منين ندير اللون ديال الكليتر يعطي واحد تدارج الالوان زوين. وكما شفتوا هنايا انا كنوريكم هذا هو اللون اللي هو موف شويه مغموق. ومن بعد غادي ندوز لهذا اللون هذا اللي هو اغمق لون كان في الباليت كامله، سميتها لوف بيت، وهو يا موف مغلوق، هو الوحيد المغلوق اللي كاين هنايا. كنت كنتمنى يكون في كاين في هذا الباليت شي ماغون مغلوق على هكايا باش كيجي اللوك احسن واكثر، باش كتعطيه بحال سموكي، ولكن ماشي مشكل، ممكن نستعملو غير لا باليت، حيت لا باليت كتعتمد على الالوان اللي هما يا موف بحال هكايا نيود، ما خرجينش على هذا النطاق. وغادي ندوز غادي ناخذ الكوريكتور، وهذا اللي خديت انايا ديال طارت اللي كنستعمل، خطير 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 في التغطيه ديالو. وغادي ناخذ هذا البانسو هذا ديال ماك، غادي نرسم به العين، او غادي ندير لاي سبيس ديال كات كريس باش نعطي واحد الفورمه للعين اكبر من الجف اللي عندي انايا، كنزيد نكبره كنعطيه حجم كبير باش كيبان لوك زوين وتتبان العين كبيره. وثاني حاجه غادي ندوز للكليتر اللي غادي نحط فوق هذا الكوريكتور اللي درت، وهذا غادي يساعدنا الكوريكتور ابار، غادي يساعدنا باش هذا اللون اللي غادي نديرو حنايا شيمر او الكليتر او اللي فيهم البغيون يبان اللون ديالهم كثر ناصح، بغيون كثر. وانايا باش غادي نستعمل هذا الكليتر ردوا البال معاهم، لان هذا الكليتر تيطيح، وكي من الاحسن ما كيوعينكم قبل الا كنتو ما عارفينش كيفاش تتعاملوا معاه، خذوا ما كيوعينكم هي الاولى. كما شفتوا انا غناخذ هذا اللصاق باش يلصق ليا هذا الكليتر اللي انا غادي ندير فوق العين، اللصاق ضروري، سينو ما غاديش يثبت لكم هذا الكليتر، وما غاديش يبقى لكم مده اطول، ودغيا غادي يطيح لكم، خصوصا كنتو تتعاملوا مع شي عروسه. فانا كننصحكم دائما ديروا هذا اللصاق لاي انواع الاي شادو بغيون الا بغيتوهم يبقاو فيكس. وكما شفتو هنا كنديبوسيت الكليتر اللي استعملت انا في الباليت سميتو اكزيت، اللي هو يا اغمق واحد اغمق من الاخر اللي حداه،
وهانتوما كتشوفوا الفول اوت كيهبط ليا الجليتر لتحت، ما كاين حتى شي مشكل، ما تخافوش، لان غادي ناخذ بانسو من بعد وغادي نديرو في الباودر وغادي نمسح به كاع داك الجليتر اللي هبط لتحت تحت العين. دائما اذا ما كيتو عينيكم وكنتو ديجا ما كاين وجهكم وهبطت لكم الاي شادو من تحت، ما تمسحوهاش ديك الساعه، خلي بلاتي استعملوا الباودر ومسحوه بهذه الطريقه كيف غادي تشوفوا في الفيديو، باش ما يبقاش لاصق لكم ويخسر لكم المكياج كامل. من بعد غادي ندوز لهذا اللون هذا اللي في الباليت اللي سميتو بير ولا بير وغادي نديرو تحت الحاجب باش نعطي واحد الضوء. وانا كنقول لكم البنات نصيحه، الا كنتو غادي ديروا دائما في عينيكم الجليدر او البغيون او شي الوان ما تكونش مات في العين، فمن الاحسن تحت الحاجب ما ديروش شي لون يكون فيه البغيون، من الاحسن يكون مات باش كيكون تراستي مع الالوان شيمر او الجليتر اللي كديرو. غادي ندوز باش نرسم الايلاينر، والايلاينر اللي غادي نستعمل هو هذا ديال ميبلين اللي هو جيل، وغادي ناخذ هذيك البانسو ديال سيغما اللي هي غادي نرسم بها الايلاينر. انا ديجا في القناه درت لكم كيفاش ترسموا الايلاينر وعلى حسب العين ديالكم، سو غادي نخليه لكم لتحت في الديسكريبشن بوكس، او الى بغيتو تشوفوا كيفاش كان الطريقه اللي انا كنستعمل باش نرسم الايلاينر. غادي ندوز للرموش واللي غادي نستعمل هما هادو حتى هما ديال هدى بيتي، سميتهم جيسيل. خفاف وما تقالينش وما كيبانوش طرو شارجي، الا كنتو من النوع اللي ما كتقدروش على دوك الشفار غلاط وتقالو، هادو كنصحكم بهم، غزالين كيبانو فنيين كيعطيو واحد اللوك خطير للعين، ولكن ما كيكونوش تقال، ما كيتقلوش عليك، ما كيبرسطوكش، ما حتى شي حاجه، سو كنصحكم بهم الا كنتو باغيين شي شفار هكايا يكونوا خفاف. والالوان اللي غادي نخدم بهم تحت عيني باش نكمل اللوك هو هذا، اول واحد غادي ندير هو هاد التيس اللي هو موف مفتوح، ديجا استعملته قبل فوق عيني الفوق، وناخذ هذا اللون هذا لوف بيت اللي كنوريكم، حتى هو غادي نديرو فوق منه ببانسو اصغر من هذه اللي كنوريكم باش نزيد نعطي اللوك يكون واحد التدارج كما قلت لكم، والدمج يكون مع بعضياتهم باش يعطي واحد اللوك خطير في الاخر. ومن بعد ملي غادي نسالي من دمج الالوان، غادي ندوز غادي نكحل عيني بلون اسود اللي هو هذا ديال ميكا فور ايفر اكوا اكس ال، كيعجبني بزاف ما كيتحركش. وغادي ندوز للماسكارا، غادي نرسم هذوك الشفيرات اللي عندي لتحت باش تتبان العين اكبر وكيعطي اللوك خطير، تبان احسن واحسن. الا كنتو عينيكم صغار بغيتو تعطيهم بحال هكا يكونوا يبانوا اكبر، استعملوا الماسكارا في الشفيرات التحتانيين وغتشوفوا كيفاش غادي تبدل لكم اللوك توتالمون. وغادي ندوز للغوج عليف اللي هو المرحله الاخيره ديال اللوك باش نساليوه. غنستعمل هذا ديال كايلي جينر اللي هو كايلي كوزميتيك، سميتو بوسيكا، هو خطير نيود، اللون ديالو زوين بزاف، بحال الموف مفتوح كما شفتوا، راه كيتناسق مع الالوان اللي درت انا فوق عينيا. وبهكا غنكون سالينا من الفيديو اليوم، كنتمنى يكون عجبكم، الا كان هكا ما تنساوش الاشتراك في القناه، لايك الفيديو وبارطاجيوه مع صحاباتكم، ما تنساوش تخليو ليا كومنت او تعليق لتحت شنو بغيتو تشوفوا في القناه، شنو تعجبكم، تعليقاتكم كلها مرحبا بها، كتشجعني باش انا نكمل ونزيد. يلا تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، باي.